أهلا بكم في أخبار المساء. تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، افتتح معرض البيت والبناء صباح اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وضم المعرض أكثر من 160 عارضا من أكثر من 15 دولة، سيعرضون مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة لبناء البيوت والمباني وتصميمها وتزيينها وتجديدها. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي بيتر وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على هامش اجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط. وتخلل اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيزها، لا سيما مجالات التعاون التجاري والتنويع الاقتصادي. وزير الخارجية العماني يقترح الحوار لتعزيز الأمن في الدورة 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.